السلام عليكم. لو معاك 5000 جنيه وبتدور على تجميعة تكون جديدة وتشغلك معظم الألعاب الجديدة اللي انت محتاجها وفي نفس الوقت ينفع تحدثها بعد كده علشان تاخد أداء أعلى، يبقى سيبك من كل حاجة وتابع الفيديو دوت للآخر، وانصحك كمان تجيب ورقة وقلم وتكتب الحاجات اللي هقولها لك لأن الفيديو هيكون فيه معلومات كتيرة. لو انت شفت الفيديو اللي فات اللي كان بعنوان ليه أنا عملت القناة هتعرف إن هدف القناة هي التجميعات الرخيصة زي تجميعة ال 2500 جنيه وتجميعة ال 1000 جنيه وكده يعني. وبالنسبه للقناه 5000 جنيه ديت تعتبر تجميعه متوسطه، بس لان التجميعه ديت جديده وهتقدر تحدث عليها بعد كده وفي نفس الوقت هتاخد دلوقتي اداء كويس فهي بصراحه تستاهل الفلوس اللي هتدفعها فيها. وانا عملت الفيديو دوت مخصوص لان انا قريت كومنت لاحمد السيد طلب تجميعه بسعر 5000 جنيه بس قال انه عايزها بمعالج i3-10100 اللي هو بيبقى فيه كارت داخلي بحيث ان هو يلعب بالمعالج والكارت الداخلي اللي فيه لحد ما اسعار الكروت تقل ويقدر يجيب كارت احسن. فانا عملت الفيديو دوت عشان اقول له ان تجميعة الاي 3 هي مش احسن تجميعة بسعر 5000 جنيه، في تجميعة احسن وهتدي لك اداء احسن وفي نفس الوقت تقدر تطور عليها اكتر في الفترة اللي جاية. فخلينا نبدا بالتجميعة اللي بتكلم عنها. في البداية التجميعة تكون مبنية على رايزن 3 3100، في نفس الوقت عملت التجميعة اللي احمد كان بيقول عليها اللي هي اي 3 10100 بالكارت الداخلي عشان نقارن بين التجميعتين ونشوف انهي اللي هتكسب. وهعمل مقارنة واوضح لك ليه تجميعة الرايزن احسن بكتير، وبرضه لو حسيت انك هتوه انا هقول لك التجميعة كاملة في اخر الفيديو بالاسعار وبكل حاجة وهقول لك تحدث ايه الاول، بس تابع الفيديو للاخر عشان تشوف المقارنة وتعرف ليه الرايزن بيتفوق على الانتل في التجميعات اللي بكارت داخلي. دلوقتي مواصفات التجميعتين مكتوبين لك وقدامهم اسعار كل قطعة. خلينا نبدا بالمقارنة. اول حاجة انت جايب معالجين فيهم كارت داخلي، يعني انت هتعتمد على الكارت الداخلي في الالعاب لحد ما اسعار الكروت ترخص وتقدر ان انت تجيب كارت تاني خارجي. فخلينا نقارن بين الكارتين. اول حاجه الكارت الموجود بالرايزن اسمه فيجا 8، الكارت الموجود بالانتل اسمه يو اتش دي 630. طيب انهي كارت احسن؟ خلينا نشوف الاداء. مثلا في لعبه زي ريد ديد ريديمشن 2 تفوق كارت شاشه الرايزن بالضعف تقريبا. اللعبه في الاول على معالج الانتل ما كانتش ينفع تتلعب اصلا على 20 فريم وما كنتش هتستمتع باللعبه، لكن على معالج الاي ام دي انت تقدر تلعب اللعبه وتختمها وتستمتع بيها والفريمات هتبقى في حدود ال 40 فريم. وقيس على كده كل الالعاب جي تي اي في وبيس وفيفا وببجي موبايل واي لعبه عموما. كده الرايزن ياخد نقطه. طيب بعيد عن الكارت الداخلي بالنسبه للمعالج ذات نفسه انهي معالج احسن؟ باختصار اي 3 هو اللي يكسب، وخصوصا في المالتي كور. الاي 3 4 كورز و8 ثريدز، لكن الرايزن 4 كورز و4 ثريدز. واختبار سينا بنش قدامك بيوضح الفرق اهوت، وزي ما انت شايف تفوق الاي 3. يبقى كده نقطه للاي 3. برضه ما عرفناش انهي الاحسن، معالج انتل ولا رايزن. وهنا هنيجي للنقطه الاخيره اللي علشان انا عملت الفيديو اساسا واخترت الرايزن. لو بصيت على القطعه اللي قلت لك عليها هتلاقيني كاتب بورد كبير 450 ام في تجميعة الرايزن، وده علشان تقدر تحدث التجميعه اللي بعد كده وتجيب معالج R5 4650 جي. يعني لو انت عايز تحدث تجميعة الرايزن ببساطه هتشيل معالج الار 3 3200 جي وتحط مكانه الار 5 4650 جي. ولو ما تعرفش قوه المعالج دوت عايز اقول لك ان الكارت الداخلي فيه بيساوي جي تي اكس 750 تي اي، والمعالج نفسه بيساوي معالج رايزن 5 3600 بالظبط. يعني انت اخذت اداء احسن في المعالج والكارت. نيجي بقى لتجميعة الانتل. لو فكرت تحدثه تجيب اخوه الاكبر i5-10400، هتكون ايوه اخدت معالج احسن بس في نفس الوقت اخدت نفس الكارت الداخلي اللي مش هتقدر تلعب عليه العاب. ولو تفتكر زي ما قلت لك فوق ان تحديث الرايزن هيخليك تحدث المعالج وكارت الشاشه في نفس الوقت وهتقدر تلعب العاب احسن، لكن في تحديث الانتل انت بس هتاخد معالج احسن وهيفضل اداء الالعاب وحش زي ما هو. فعلشان كده اللي المفروض تختاره بسعر 5000 جنيه هي تجميعة الرايزن. ودلوقتي هقول لك القطع بالتفصيل لو انت تهت في الفيديو. اول حاجه رايزن 3 3200 سعره 1600 جنيه بي 450 ام برو في دي اتش ماكس من ام اس اي، سعرها 1600 جنيه. 8 جيجا رام بسعر 500 جنيه، هارد 500 جيجا بسعر 200 جنيه، 120 جيجا بايت اس اس دي ب 350 جنيه، اي كيسه يوزد مثلا زي كيسه تايجر اي اكس 3 سعرها حوالي 300 جنيه، مع باور سبلاي 400 واط ب 400 جنيه. بعد ما تجيب الجهاز اول ما يتوفر معاك 500 جنيه على طول هتجيب رام 8 جيجا من نفس نوع الرام اللي انت جايبها وتركبها عشان تستفاد من الدول تشانل. وعموما الاي بي يو بيستفاد جدا من الرامتين، يعني بدل ما تركب رام 16 راكب 8 و8. تاني حاجه لما يبقى معاك 2000 جنيه هتبيع المعالج اللي معاك اللي هو رايزن 3 3200 جي اللي كنت جايبه قبل كده ب 1600 جنيه، ممكن تبيعه ب 1500 وتشتري رايزن 5 4650 جي وسعره هيبقى حوالي 3500 جديد، وتبقى كده جمعت جهاز جديد وحدثت بمعالج اقوى وكارت الشاشه اللي فيه شغال لك معظم الالعاب مستريح لحد ما اسعار الكروت تتظبط وتقدر تجيب اي كارت انت عايزه. بس زي ما انت عارف تتاكد ان الباور سبلاي بيستحمل الكارت وبس كده. اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك. سلام.